فاهم ازاي دي دلوقتي؟ حاجه تقرف لعن ابوك ولا تكلم. بتقول ايه يالا انت؟ ما بقولش حاجه يا معلم، بدعي لك يا معلم ربنا يزيدك يا معلم، ربنا يهديك بقى. باي باي يا اسلام، مش عايز اي حاجه يا حبيبي. يا روحي، كان نفسي ناخد وندي بشكل ولدي بس هعوضها لك. ميرسي يا عمري. ميرسي يا روحي. ده اخوك؟ ده اخويا. ياي ده يجنن، ده مش ده خالص خالص خالص. يلا باي باي. باي باي. تعبناك يا سوزي. اموت تعبناك يا اوي. يا نغمة يا صراحة عظيمة، مش عارف ليه بس لازم امشي. بتقول ايه يا عم انت بحروفك الضايعة دي؟ عملت ايه يا عم في الحروف الضايعة اللي عندك دي؟ لسه الكف بتنتقخر؟ يا عم بخاف والله، انا داخل مسابقة ستار ميخر السنة دي ان شاء الله، تقولي بقى يا غالة عشان اعمل اغنية خيرة اسمها اخطر حاجة بحبها فيخي. فيخي؟ ان شاء الله اروح احضر في الحاجات عشان